رحيم. في أي دولة في محافظات تبقى حيوية واستراتيجية جدا، وسينا بتعتبر من هذه المحافظات، خصوصا وإن في فترة من الفترات الدولة نجحت تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي بإنها تجفف منابع إرهاب في هذه المنطقة، نعم. لأنها كانت بؤرة مستهدفة من خلال عملية التنمية الشاملة في سينا أو العملية العسكرية سنة 2018. مصر نجحت في توفير الحماية العسكرية لهذه المنطقة. ابتدينا دلوقتي نتجه بسلاح التعمير والبناء. نعم. وده يتطلب على فكرة ان في بذرة زرعها الرئيس عبد الفتاح السيسي والنظام الرئاسي في مصر، انه بقى في فعلا مشروعات تنموية، بقى في استراتيجية للتنمية المستدامة، اصبح هناك اهتمام بتحويل هذه الرقعة سواء كان في اراضي صحراويه يبقى في مشروعات زراعيه ومشروعات انتاجيه وصناعيه. مفيش شك ان سينا كمان ممكن تبقى بؤره مهمه جدا ويعني مناره سياحيه، فلابد ان يتم التركيز على ده، لان طبعا هي بقى مقصد لكثير من الاجانب والافواج السياحيه. فانا اتصور ان فعلا زي ما حضرتك قلت كده، اللي حاصل دلوقتي هو متابعه هذه المشروعات، وهذه المتابعه بتقتضي من الدوله ومن الحكومه ومن محافظه شمال سيناء تحديدا ان يكون في متابعه مستمره، بيبقى في دايما شغل دايما على فكره ايه المشروعات دي محققه تارجت قد ايه في هذه اللحظه، هل احنا فعلا قطعنا اشواط مهمه ولا محتاجين ان احنا نعمق هذه الاستراتيجيه اكثر بمزيد من المشروعات. طبعا مصر دلوقتي اصبحت موجوده على المحافل الدوليه، فبالتالي في منافذ وفي على فكره ابواب مفتوحه للاستثمار الخارجي. تسويق طبعا. تسويق هذه المنطقه. فلابد يكون نعم. في فرصه لتسويق سينا، وهو ده التعبير الاكثر دقه اللي حضرتك اشرت ليه، لان التسويق دوت موجود يعني على مستوى العالم كله، واصبحت الان لغه الاقتصاد والمصالح هي الحكم في كل العلاقات السياسيه. فانا اعتقد ان المطلوب من سواء محافظه شمال سيناء او من خلال الحكومه ان يبقى في سرعه في جلب الاستثمارات الخارجيه، سواء تشجيع المستثمرين اللي هم رجال الاعمال المصريين ان هم ينتقلوا بمشروعاتهم الى شمال سيناء ويحاولوا ان هم يعملوا طفره في هذا الاتجاه، او يكون في جذب للاستثمار الاجنبي والاستثمار الخارجي. ومفيش مانع جدا نركز على الاستثمار الخليجي، لان اصبح الخليج الان على قراءه قويه جدا يعني بمعطيات الوضع العالمي. طيب حضرتك بتقول جذب الاستثمار سواء الاجنبي الخليجي العربي المصري ايضا، طب ده بتاكيد ان الاستثمار ده محتاج انه انتقال الناس للعيشه في سيناء، ودي من ضمن عوامل الامان لشمال سيناء، ان احنا بنعمر بنعمل مشاريع، بس انا عايزه تعداد معين يبقى موجود هناك، ودي من ضمن خليني اقول الحاجات اللي نقاط ضعف في شمال سيناء. حضرتك فعلا اثرتي نقطه في غايه الاهميه والحساسيه، لان في فتره من الفترات لما حصل فراغ سكاني شويه نعم. من محافظه شمال سيناء، ابتدى يبقى في حاله من حالات الخلل الامني، وابتدى ده ينعكس شويه وبقى ده ارهاق شويه للقوات المسلحه، حتى وهي على درجه من البساله والشجاعه انها قدرت انها تصد الجماعات الارهابيه اللي استغلت هذا الخلل. فانا شايف ان فعلا نقطه مهمه جدا، لابد ان يكون في اعاده توطين للسكان في شمال سيناء، ويبقى في فعلا حياه معينه يقدروا هم يعيشوا فيها. بمعنى ايه؟ ان لابد يكون في بناء مستشفيات على اعلى مستوى هناك في شمال سيناء، توفير بنيه تحتيه وتحسين المرافق هناك في شمال سيناء، توفير المساكن الملائمه للشباب، وفي نفس الوقت المشروعات اللي يتم زرعها هناك في شمال سيناء تبقى هي مستهدفه دايما القوى العامله، ويبقى في فرص عمل مختلفه ومتنوعه، وفي وفره في الايدي العامله. بالاضافه الى حاجه مهمه جدا، التعليم، الجامعات هناك والمدارس اذا كان هناك في فرصه لتطويرها وانها تبقى مواكبه للعصر، اعتقد ده هيبقى عمليه جذب مهمه جدا للاهالي، وان يبقى في اعاده توطين ليهم. النقطه دي فعلا هتبقى نقطه فارقه جدا في الحياه في سيناء، ودول هيبقوا جزء من عجله الانتاج. فانا اعتقد ان الحكومه على درجه من الوعي انها تنتبه لهذه الجزئيه.